اهلا بيكم، اهلا بكل المحفوظ والدارس اللي موجودين على الجروب الجميل اللي بيتبع جمعيه امراض الجهاز التنفسي والتغذيه في الاطفال. اهلا بيكم، انا ايمان كامل، استاذ ورئيس قسم صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث استشاري التغذيه العلاجيه لكل افراد الاسره. بشكر جدا صاحبتي وحبيبتي واختي الاستاذه الدكتوره هاله جوده رئيسه الجمعيه، واللي دعتني اني اكون معاكم النهارده في الجروب الجميل ده مع الماميز والدادز بتوع الاولاد اللي بيتعالجهم الدكتوره هاله من امراض الجهاز التنفسي. عايزه اكلم كل الامهات وكل الابهات اللي عندهم اولاد. النهارده هكلمكم عن السمنه في المراهقين. دايما اللي بيتعالجوا خصوصا من الامراض التنفسيه احيانا بياخدوا مضادات الهستامين او بياخدوا كورتيزون، وبيجي على طفره البلوغ كده بيكون وزنهم زايد شويه. نعمل ايه؟ كلام موجه للامهات تحديدا. نعمل ايه مع ابننا قبل حتى ما نروح لدكتور التغذيه؟ نمره واحد، اتعودي قيسي وسط المراهق بالمزوره. مهمه قوي تشوفي هو بيزيد تراكم الدهني في بطنه ولا لا، ودي مهمه جدا. لازم يكون عندك ميزان عشان تراقبي. بس في مشكله ان الولاد في السن ده عمهم بيتقل وبيطولوا وعضلاتهم الكتله العضليه بتاعتهم بتزيد، فممكن يزيد في الوزن وهو عامل نظام غذائي تحت اشراف طبي. طبعا يبقى في الحاله دي المزورة هتفيدنا كتير، فيبقى مهمة قوي يبقى عندنا مزورة وميزان ونتابع بيها. في حاجة اسمها معامل الكتلة، ودي عايزة افهمكم ازاي بنعملها. بنقيس وزن الطفل بالكيلوغرام، بنقيس طوله بالمتر المربع، وبنعمل الحسبة بسيطة اسمها معامل الكتلة. لو معامل كتلة الطفل ده طلع من 18 ل25 فهو سليم، مفيش فيه اي مشكلة. تحت ال 18 يبقى عنده نحافة، فوق ال 18 عنده زيادة وزن، فوق ال 25 عنده زيادة وزن، بعد كده لما فوق ال 30 يبقى مريض سمنة ولازم يتعالج. نعمل ايه مع المراهق؟ بساطة شديدة، لو ضمننا ان هو ياخد 5 فيجيتابلز في اليوم، 5 ثمرات او وحدات من الخضار، 5 من الفاكهة، 5 فيجيتابلز 5 فروتس، 5 5، 5 و5، 5 خضار و5 فاكهة. يقعد على النت والسكرين تايم يعني وعلى الموبايل والبلاي ستيشن والحاجات دي كلها ساعتين بس، 2 hours screen time او زمن الشاشه، 1 hour او ساعه واحده اكتيفيتي، يقعد يتحرك، يقعد يعمل اي حاجه، يطلع وينزل السلم، يرقص، يلعب رياضه، يروح فيتنس، يعمل اي حركه ان شاء الله، اي حاجه، بس ما يقعدش ثابت كده ستاند ستيل كتير. يتحرك ساعه، ممكن نص ساعه الصبح ونص ساعه بعد الظهر، نقسمهم على مدى اليوم ربع 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 ربع، بس ما يقعدش من غير حركة لمدة 24 ساعة من غير ساعة رياضة يومية. مهم قوي نمنع عن السكر الأبيض، ما نزودش السكر الأبيض لأنه بيقلل الحرق. نحاول ناخد بدائل، أو طبعا بدائل صحية، أو نستغنى عنه، ممكن معلقة عسل صغيرة أو حاجة تحلي الحاجة، ونحاول نخلي الطفل ما يحبش قوي الحاجات المسكرة. طيب ايه كمان؟ ننيمه بالليل من 12 ل 8 الصبح، 8 ساعات نوم ليل. ليه ليل؟ عشان الهرمون بتاع النمو اللي اسمه جروث هرمون هيشد الطفل ويطوله، فيبقى بدل ما هو قصير وبيطلع بالليل، بدل ما يبقى الطفل قصير وتخين يبقى طويل، حتى لو وزنه زايد شويه بس هيبقى طويل، فالتخن يروح في طول. نخلي بالنا جدا انه يشرب ميه كتير على قد ما نقدر علشان نتخلص من اي سموم في جسمنا. ومهم قوي 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 نتابع نظام غذائي ونظام رياضي وتغييرات سلوكيه عشان نعيش بلايف ستايل كويس ووزننا يبقى كويس. نخلي بالنا من فتره المراهقه، تغييرات فسيولوجيه كبيره جدا، نفسيه بيولوجيه، حاجات كتيره قوي بيمر بيها المراهق. قلبي معاك، في السن ده محتاج معامله خاصه، محتاج اكل خاص، فنخلي بالنا. وانا تحت امركم ايمان كامل، استاذ ورئيس قسم صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث. تحياتي، وإلى اللقاء في اللقاءات دائمة مع الماميز والدادز في جمعية أمراض الجهاز التنفسي والتغذية في الأطفال. باي باي.